أخ وصديق وعزيز وأحد أحب الناس إلى قلبي يا برضا. دائما أتحدث عبر الهاتف بين جمعة وجمعة، رجل محترم وعجبني يعني بصراحة، رجل منطقي، يمكن اللقاء قبل مباراة الأردن بس عم بيقول لك أنا معه، يعني مثل المملكة العربية السعودية، مثل مصر، مثل سوريا، مثل أنت اللي عم تحكي دول بالملايين، ما في شيء اسمه صف أول وصف ثاني. يعني أنت تقول مصر فيها يعني أوكي، في 3-4 محترفين برا، وبعدين صحيح يعني أنت بتحس إنه موضوع الأول والثاني أنا مانيش معه، مش منطقي صحيح. أنا ديوان زاخرة بالنجوم، وبعدين اللعب حتى لو كان منتخب أولمبي، حتى لو أنت لو حتى جاي فريق نادي ويشترك، أنت عم تشترك باسم البلد، فانيلا ويحمل الشعار، هو ده لاعب دولي خلاص، أنت صنفته في هذه المنطقة، يبقى بيأدي أفضل ما عنده عشان يدافع عن هذا الشعار. مسألة بقى بغض النظر عن فريق منتخب أول ومنتخب تاني، كله بيمثل البلد، وأعتقد مسؤولية كبيرة. شفتك قبل شوي، أنا عطيت هلأ شلت مادة مشان تحكي، عم تحكي التدخلات، أفهم شو موضوع تدخلات الأندية، أنا بعرف طبعا بس هذا بدي إياك لا هي لا ما تقول لا ولا تتحفظ، خليني أسأل عصام. ما بتحفظ إيه؟ أنا أقول مش تدخلات، ضغوط. يعني كان ان هناك راي مشاركه المنتخب السعودي الاول، شوف اذا ما بدك تحكي لا انا اقول لك ضغوط من الانديه، مش سر بكرم، ضغوط من الانديه في في في, في الاعلام، بعدم مشاركه لاعبينهم بعمليه الارهاق. رغم انه انت تعرف ابو كرم، اول جوله بالنسبه للتصفيات المؤهله لكاس العالم بعد التوقف بعد شهر ونص، يعني هناك مجال كبير جدا للمنتخب السعودي. بس اللاعبين مرهقين، شاركوا بتصفيات كاس العالم، شاركوا بدوري ابطال اسيا. مع ابو كرم انت ممكن يغيب عنك 2-3 لاعبين، مثل ما اشرنا انه تطلع بمنتخب انه جاي الى المنافسه والى البطوله، وحتى كلام احمد عيد انه هو مصادق الى كلامنا قبل شوي، انه انت ككره سعوديه اللي غايبين مين غايبين؟ لاعبين النص الهلال. لا كل المنتخب الاول غايب، ما في ولا ما في الا سعود عبد الحميد والشنقيطي وعبد الله حمدان. عبد الله حمدان في اخر جوله لم يتم اختياره، وبالتالي انا اقول انه مشاركه. طب مين برايك ومثل ما قال لك طلال، ترى اليوم انت قبل يعني في مؤجلات بالدوري. لا بقول لك اليوم قبل المشاركه شيء وبعد المشاركه شيء. طلال ايش قال لك؟ ترى كلمه قال لك انه هو شعرنا بالخيبه والغيره، لانه خلاص البطوله دخلت في الفورمه، الكل قاعد يفكر في اللقب. انت منتخب سعودي مهما كان الكره، مثل ما قال الاستاذ عصام، اصبحت براند، اصبحت انت في القمه الاسيويه، وبالتالي يجب ان تشارك للمنافسه.